وبالنسبة لأصحابي، لعوامل النجاح أي إعدادات، في كذا عامل أهمهم اللي هو حل مشكلة الإنفوجراس وحل مشكلة الإيم على الجسم. يعني أصحابي، لو الإنفوجراس هننقص الحساسية بتاعة النقطة الحمراء وهنكبر حجم زر الضرب، ولو الإيم على الجسم هنزود الحساسية بتاعة النقطة الحمراء أو نصغر حجم زر الضرب، أو ممكن نعمل الخيارين مع بعض. والحاجة المهمة التانية اللي أنا عاوز أقولها، بالنسبة للمسافة بينك وبين الخصم، لو الخصم قريب جدا أو متوسط ارفع الإيم بقوة، تمام، عشان يجي على راسه. أما لو الخصم بعيد، لو رفعت الإيم بنفس القوة هيطلع فوق الراس، فأنت حاول تبقى الرفعة أقل.